السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير اليوم كيف ما كتشوفوا غادي كيك بنكهه الحامض وكريمه الحامض كيجي اكثر من رائع ويستاهل انكم تجربوه فبالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو جوج حبات من البيض مية غرام ديال سكر خشن ولا كاس العنبه عندنا 5 سنتيلتر ديال الحليب ولا نص كاس عنبه وكذلك عندنا 10 سنتيلتر ديال الزيت تقريبا كاس لارب ديال العنبة وكذلك غنحتاجو خميرة كيميائية من وزن 7 غرام و 120 غرام ديال الدقيق تقريبا جوج كيسان ديال العنبة وكذلك قشور ديال الحامض فبالنسبة للطريقة لنبدأ على بركة الله بسم الله فأول حاجة كنديرو هي كنطربو جوج بيضات مع كاس ديال سنيدة كنطربوهم مزيان حتى كيندمجو هاد العنصرين ومن بعد كنضيفو كاس لارب ديال الزيت النباتية وكنستمرو في التحراك وكنضيفو من موراها نصف كأس حليب وكذلك قشور حامضة محكوكة وكنمرو لآخر مرحلة اللي هي الطحين فكنبقاو ندير ندير ثلاثة د المعلقات بثلاثة د المعلقات حتى كنكمل الطحين ديالي ومنساوش الخميرة الكيميائية من بعد ما كنخلطوا العجين ديالنا مزيان كنحصلوا على واحد الخليط متماسك ما تقلش بزاف وما خفيفش بزاف وكنمروا مباشره للمول اللي غنديروا فيه العجينه فانا دهنته بالزبده وبالطحين واستعملت هذا المول هذا اللي كيتفرق على الاطار ديالو حيت غادي ندير الكريمه من فوق الكيكه يعني ضروري يكون عندك الاطار ولا المول اللي كيتفتح من الجنب حتى هما مزيانين ودابا غادي نديروها في الفران على نار مهيلة لمدة 20 دقيقة حتى 30 دقيقة وهذا هو الشكل ديال الكيكة ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتلاحظوا فأنا ما خليتاش تحمر بزاف حيت غندير فوق منها الكريمة المهم هو أنها تكون طيبة من الداخل وبالنسبة للمقادير ديال الكريمة الحامض فكان كاس ديال العنبة سنيدة وجوز بيضة كان طربوهم شوية مع بعضياتهم ومن بعد كان ربع لتر ديال الحليب وكان ضيفو جوج معالق كبار ديال النشا فكان في التحراك وكان قشور حامضة محكوكة مع نصف كأس من عصير الحامض وكان كل شيء فوق نار مهيلة وكان في التحراك حتى كتبدأ الكريمة ديالنا كتعقد كتكون فواحد القوام اللي هو متماسك وفي الاخير اه كنرمي واحد القطعه ديال الزبده باش كتبقى الكريمه خفيفه ودابا غنقبطو الكيك ديالنا وغادي نكبو عليه كريمه الحامض بهذا الشكل هذا ونمرروها على كاع الجوانب ودابا غادي ندخلوها التلاجة باش تبرد مزيان ومن بعد غادي نزينوها من بعد ما خرجت الكيكه من الثلاجه فانا غنزينها بهاد لي فروي كونفي اللي كيكونوا في الالوان انا خديت هاد الحمرين هادو حيت كيجيو واعرين من فوق الكريمه ديال الحامض أه حيت كتعطي واحد المنظر اللي هو راقي وكتجي في المذاق أه مناسبه مع نكهه الحامض وبالتالي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك بنكهه الحامض والكريمه الحامض انا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا الكيك من الداخل وتشوفوا لا تيكستور ديالو كتجي خفيفه بزاف وبالنسبه للمذاق ما ندويش عليه كتجي بنينه ورائعه نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم بالنسبه لمقادير ديالها فهما مضبوطين وما كتطلبش واحد الجهد كبير الى عجبتكم الكيكه ديال اليوم بارطاجيوها مع صحابكم وخليو لي لايك وكومنتير آه الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله